الآن عبر الهاتف القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد ينضم إلينا. سيد عبد الرحمن، مرحبا بك. أود أن أسألك عن رؤيتكم لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي توازيا مع ما يقوم به خلال الأشهر الماضية كلها من 7 أكتوبر في قطاع غزة. يبدو أنه لن ينفرد فقط بقطاع غزة، ولكن الآن يمدد عملياته العسكرية بشكل كبير لأول مرة بهذه الكثافة في الضفة الغربية. تفضل سيد عبد الرحمن. يعني واضح أن الاحتلال من خلال هذه العملية الكبيرة التي شنها منذ فجر أمس على مناطق في الضفة الغربية أنه يريد أن يدخل الضفة الغربية في تداعيات الحرب المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا على غزة. فالجريمة متواصلة وممتدة من غزة إلى جنين مرورا بكل محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، ذلك أن هذا الاحتلال وهذه الحكومة الفاشية المتطرفة يعني ترى أن هذه فرصة للانقضاض على الضفة الغربية وحسم الضفة الغربية، لا سيما مناطق جيم الواسعة والحيوية من الضفة الغربية. وكما نعلم جميعا أن هذه الحكومة قد أعلنت هدفا منذ تشكيلها أن يتحقق هذا الهدف مع نهاية ولاية هذه الحكومة بزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 700,000 إلى 1,000,000 مستوطن، وبالتالي هذه فرصة لتنفيذ مخططات هذه الحكومة بتمدد الاستيطان في الضفة الغربية. وقد أعلنوا قبل شهر تقريبا عن إعادة إنشاء 3 مستوطنات في منطقة جنين، إضافة لشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، إضافة لمصادرة ما يقرب من 12.7 كيلومتر من الأغوار لصالح الاستيطان في الضفة الغربية. وكل يوم هناك قرارات بوحدات استيطانية جديدة، فهذه الحكومة لديها مخططات استيطانية توسعية في الضفة الغربية، ولديها مخطط حسم الضفة الغربية لصالح اليمين المتطرف ومخططاته، لا سيما مناطق جيم كما أسلفنا. وبالتالي هذه العمليات تأتي في هذا السياق لأنهم يريدون أن يخلقوا بيئة مواتية وبيئة آمنة لتمدد هذا الاستيطان، وهذا لا يصلح مع وجود مقاومة في محافظات ومخيمات الضفة الغربية. وحتى أيضا يستمروا في الحرب على غزة ويمعنوا في ارتكاب الجرائم في غزة ولا يسمحوا بأن يكون هناك أي فرصة لاستنهاض الضفة الغربية كي لا تكون جبهة فاعلة ومؤثرة في الحرب على غزة. وبالتالي كل فترة كنا نراهم يدخلون إلى هذه المناطق، مخيمات، مدن، محافظات، قرى، ويقومون بعملية عسكرية محدودة. اليوم هذه العملية ممتدة لأيام كما أعلنوا عنها، يريدون من خلالها القضاء على المقاومة، ولكن نحن في حركة حماس نبشرهم أن المقاومة ممتدة في الضفة الغربية وهي تتعزز مع هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، علما أن الاحتلال يعلن أن هدفه القضاء على المقاومة لكنه في الحقيقة يرتكب جرائم بحق المدنيين، وما قطع الكهرباء والماء ومحاصرة المستشفيات وتجريف البنى التحتية إلا إمعان في الجريمة ضد كل ضد الإنسانية وضد المواطنين المدنيين، وأيضا انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية. وبالتالي هذا الاحتلال يمعن بأنه يرى أن هناك غطاء دوليا ويرى أن هناك دعم من القوى الكبرى الاستعمارية التي ترى القضية الفلسطينية بعين واحدة، هي عين هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. ولولا الغطاء الأمريكي بل والدعم والمشاركة الأمريكية في الحرب القائمة على غزة، ولولا السكوت الدولي لما يعني سيد عبد الرحمن تجرأ هذا الاحتلال على أكيد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أشهر عديدة الآن وهي تواجه تحديات ومصاعب كبيرة في مواجهتها لقوات الاحتلال هناك، وطبعا قد أثبتت بأنه على رغم طول المدة وصعوبة الظروف حققت بعض الإنجازات المهمة في مواجهة كل ذلك. ولكن أسألك الآن عن الضفة الغربية، الآن بما أنك تحدثت عن أن هذه العملية لن تكون عملية محدودة سواء كوقت أو كأهداف وربما قد تطول لفترة طويلة، كيف تحدثنا أو ماذا تحدثنا عن قدرات
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وما الذي تستطيع أن تقوم به في مواجهة هذه العملية التي تعد ربما كما قلت قبل قليل أن تكون طويلة وصعبة أيضاً؟ يعني نحن لا نتحدث عن مقاومة في الضفة الغربية مقارنة بالمقاومة الموجودة في غزة، لأن المقاومة الموجودة في غزة أخذت فرصتها في الإعداد والبناء على فترات طويلة جدا، باعتبار أن حماس كانت هي التي تدير قطاع غزة، وكانت كل فصائل المقاومة تعمل على يعني بناء ذاتها ونفسها وتسليح نفسها والإعداد الكامل بكل أريحية. بينما الضفة الغربية منذ ما يقرب من 20 عاما وهي تتعرض للذبح من الوريد إلى الوريد، للأسف الشديد طبعا بالاشتراك مع أجهزة السلطة الفلسطينية التي ما زالت حتى اللحظة وبالرغم من جرائم الإبادة والمجازر المفتوحة في غزة ما زالت تنفذ أمنيا مع الاحتلال، وما زالت المقاومة في البنادق، و مؤخرا أصبح لديها عبوات ناسفة تزرع على طرقات السيارات العسكرية التابعة للاحتلال، إلا أن هذه المقاومة تواجه يعني محاولات حثيثة لاجتثاثها ولا يسمح لها بالبناء المتراكم. ورغم كل ذلك لأن هذه المقاومة صمدت يعني على الأقل منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهناك اقتحامات مستمرة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ولكن في كل مرة كان يخرج منها الاحتلال يعني وتخرج المقاومة من هذه الاقتحامات أقوى عودا وأكثر انتشارا وتتعزز، لأن شعبنا الفلسطيني يدرك أنه لا سبيل لتحرير أرض الفلسطينية إلا بالمقاومة بعد تجربة 30 عام مريرة بالمفاوضات ومشاريع التسوية التي لم تؤتي بأي نتيجة لشعبنا الفلسطيني، وما زالت كل مدن ومحافظات قرى الضفة الغربية مستباحة من قبل هذا الاحتلال، وما زالت الاعتقالات مستمرة والقتل مستمر والجرائم مستمرة، وبالتالي أصبح يدرك شعبنا الفلسطيني أنه لا مناص من المقاومة وسيلة يعني أكيدة من أجل انتزاع حريته وحرية شعبنا ومقدساتنا والرد على جرائم هذا الاحتلال. لذلك نحن نقول باختصار أن شعبنا الفلسطيني يراهن على إرادة شبابه الحر الفاعل الشريف، وفي كل مرة يدخل فيها الاحتلال ويقتحم مناطق شكراً الضفة شكراً الغربية لك يخرج منها والضفة الغربية في إقبال على المقاومة لا إدبار. شكرا جزيلا.